السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 37 concernant les nombres en écriture fractionnaire. Donc on va commencer cette séance par l'exercice numéro 13. Donc Saïd fait une promenade à bicyclette. Il y a Saïd qui dit une promenade, une joula de draja. Donc le hawa il y a une de la 7 du parcours est plat. Il y a une قطع une de la 7 من داك الباركور ديالو بلا يعني دونك هنا الى بغينا نوضحوا التمرين في ورقه دون الباركور ديالو هو هذا دونك عندنا 1 على 7 قطعها بلا ثم et le reste se compose d'une montée et d'une descente de longueur égale. إذن هنا عنده واحد صعود وعنده واحد نزول وكذا قطع. إذن هنا يا هذه سي هذه لا مونتي وهذه لا ديسونت هذا الصعود وهذا النزول. Donc la première question, quelle fraction du parcours représente la portion qui n'est pas plate? Il y a d'abord la portion qui est la 1 à la 7. Je vais vous dire que c'est le saut et le nuzul. Donc, il y a un peu de temps déjà, sous forme de modèle. Ou il y a un peu de temps نديرو لي كالكول ولكن بيسك حنايا لا لوسون الجايه هي الكالكول ما نقدروش نسبقوا الاحداث حيت هذه لا لوسون ديال الدرس المقبل. دونك شنو غادي نديرو في هذا ليكزيرسيس 13 غادي نديرو النمذج. غادي نفترضوا بان لو باركور كله هو هذا. غادي ناخذوا هذا الباركور وغادي نقسموه لسبعه ديال القطع دونك سبعه دونك تقريبا إذا لحد هنا غناخدو غادي نسبريمو هاد الشي هذا. إذا هاد السبعة هادي غنقسموها دونك سبعة ديال القطع متقايسة. إذا لو باركور واحد على سبعة هو هذا. هذا هو اللي غادي يمشيه غادي دونك بالنسبة سعيد بلا الباقي غادي يكون على شكل مونتي اي ديسونت. اذا شحال بقى لينا هنايا الا كان هذا واحد على سبعة شحال بقى لينا هنا بقات لينا 6 على 7 اذا علاش لان 1 2 3 4 5 6 ولو توتال هو 7 اذا هذا هكذا كنصيغوا العدد الكسري. دونك لا بروميير كيسيون ما بغيناش نديروا لي كالكول حتى لي كالكول كيمكن. Donc la première question, la fraction du parcours, dans la fraction du parcours, de la montée et la descente, ou la qui n'est pas plate, la qui n'est pas plate, qui n'est pas plate, et 6 sur 7. La deuxième question. Quelle fraction du parcours représente la portion qui est en montée? Et d'abord, il y a la fraction qui est en montée. Et dans la fraction, qui représente la montée, sourde. Ou bien la descente, علاش لان لا مونتي ولا ديسونت سي لا ميم شوز اي سونت ايغال. الى رجعنا ليكزيرسيس شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا اي سونت ايغال لا مونتي اي لا ديسونت يعني الصعود والنزول قد قد. اذا الا كانوا قد قد غادي نجيو نقسموا هاد الشيء على جوج وبالتالي هذه هي لا مونتي وهذه لا ديسونت. اذا شحال كتمثل لينا غادي نلونوها بلون مغاير دابا. اذا هذه هي لا ديسونت. إلا شحال كتمثل 3 سور 6 3 سور 7 3 على 7
Donc, et 3 sur 7. Donc, voilà tout ce qui concerne l'exercice. Mais je vais dire des calculs. Il y a un mot de la prochaine fois, de la leçon G. Donc, je vais faire l'exercice 14. Sans utiliser la calculatrice, prouvez que tous ces quotients sont égaux. إذن هنا غادي نحاولوا ما نستعملوش كالكولاتريس ونثبتوا بان هادو سونتيغو. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ سواء غادي نضربو لو نيميغاتور اي لو دينيميناتور فوا النومبر، سواء اون فا ديفيزي. دونك هادشي راه شفناه في السيونس بريسيدون، مرة باش نلقاو العدد الكسري اما كنضربو البسط والمقام واما كنقسمو البسط والمقام. دونك في نظركم منين غنبداو؟ غنبداو من هذا، هذا افضل نومبر. Donc, on va faire 11 sur 12. Donc, 11 sur 12. Il a besoin de me chercher un de mes qui me brise. On ne sait pas où il est égal. On va voir comment on va faire. Et donc, si nous sommes maintenant 4 sur 4,4 sur 4,8, nous allons faire ça. Ou nous allons faire une somme. Maintenant, et donc, on va faire 10. أربعة برضو غادي نضربو في أربعة، إلا ضربنا في أربعة كتعطينا 44 وغادي نقسموها على 10، يعني نورمالمون غنضربو أو توتال غنضربو في 0.4. إذن إلا ضربنا 11 في أربعة كتعطينا 44، وإلا قسمناها على 10 كتعطينا 4.4. إلا بغينا نشوفو واش فريمو هذا اللي تيقال هذا، نجربوها بالنسبة ل 12، 12 إلا ضربناها في أربعة كتعطينا 48، إذن وإلا قسمناها على 10 كتعطينا 4.4. دونك هادو سون تيكو، إذن هذا داخل، إذن هذا هو عندنا من بدينا. دونك هذا حنا ثبتناه بأنه إلي تيكال، لأن لقينا شنو هي لوبيراسيون اللي نديرو. غادي نمشيو نشوفو 7.7 سور 8.4. إذن فاش غنضربو 11؟ بيان سور غادي نضربو، دونك غادي نديرو هكا أفضل، وناخدو 11 على 12 ونديرو تساوي، وخصنا نوصلو ل 7.7 على 8.4. إذا فاش غادي نضربو هنايا؟ غادي نضربو في 7 غتعطينا 77، وغادي نقسمو سير 10، أولا بتعبير آخر غادي نضربو في 0.7. إذا دابا إلا خدينا 12 وضربناها في 7 كتعطينا 84، 84 قسمناها على 10 كتعطينا 8.4. دونك هذا كذلك احنا ثبتنا بان كذلك هذا كيساويهم. بالنسبه لو نومبر سويفون عندنا 11 سور 12 ايغال 33 سور 36. فاش غادي نضربو هنا فوا 3؟ واذا ضربنا 12 فوا 3 كتعطينا 36. دونك حتى هذا اللي تيغال خلينا العدد الاخير، عندنا 11 على 12. الا بغينا نشوفو فاش غنضربو، غنضربو فوا 2 وهنايا فوا 2 كتعطينا. اذا لقينا العدد اللي غنضربو فيه في البسط والمقام سي لا ميم شوز، وبالتالي ايتيغال 12 الا ضربناها في 2 كتعطي 24، و11 كذلك، وبالتالي حتى هذا اذا ثبتنا بانهم سون ايتيغال. شنو هو الاثبات ديالنا؟ هو لقينا بان البسط والمقام كيتضربو في لو ميم نومبر بين البسط والمقام، هذا هو الإثبات. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 15. أن كاغي دير أن 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 نار، إذا واحد لو كاغي المساحة نتاعو واحد أر، إتي ديفيزي أون كاتر ريكتونغل إيدونتيك، إذا تقسم هذا الأربعة ديال لي كاغي سونت إيدونتيك، يعني متقايسين. On les a ensuite regroupés de deux façons. Voir les figures. Choisis le nombre égal à l'air du trou. Donc, nous allons faire l'exercice. Je vais vous poser la question. C'est le trou. يعني ملي خدينا هاد لو كاري وخا هذا ما بينش سيت ان كاري كان عليهم، لان هذا ملي قسمناه المستطيلات خدينا هاد المستطيلات باربعه ودورناهم بهذه الطريقه. دابا السؤال كم يمثل هاد لو ترو؟ هو هذا لو ترو، هذا هو لو ترو.
إذن هذا شحال كيمثل كعدد كسري سو فورم. إذن كومون فير؟ دونك هنا غادي نجيو غادي نقسمو هاد الشكل بهاد الطريقة. دونك غادي نقسموه على أساس هنا غادي نحصلو على فوالا. دونك غادي نقسموه هنا غادي يجيو ثلاثة جوج ديال دونك هكذا بحال هكا ثم بحال هكا. تقريبا شحال عندنا دونك لو ترو هو هذا. إذن هاد لو ترو هذا يمثل 9 على 25. إلا كان المقصود كيقصدو بلو ترو هو هذا، أنا هكا فهمت التمرين. إذن كيمثل 9 على 25 هو احتمال مكينش 9. إذن 9/25 لأن عندنا 5 × 5 كتعطينا 25 توتال، وعندنا هنايا 9 ديال لي كارو هما لي كيمثلو الداخل، وبالتالي إذا ننتقل للتمرين 16. دونك ليكزيرسيس 16 ركوبي اي كومبليتي افيك لان دي سامبول ايغال سوبيريور انفيريور. دونك عندنا ا، إذا القاعدة شنو هي؟ إلا كان عندنا لو نيميراتور اي سوبيريور ديال لو دينوميناتور بحال مثلا 7 على 9، عندنا لو نيميراتور اي انفيريور دونك هاد العدد كله كعدد كسري اي انفيريور ا. عندنا هنا هاد الحالة 9/7، عندنا لو نيميراتور اي انفيريور ا و دينوميناتور دونك هنايا في هاد الحالة اي سوبيريور ا. باش لان الا جينا درنا القسمة الاقليدية ديال 9/7 غنلقاو 1. هنا الا درنا القسمة الاقليدية ديال 9/7 غنلقاو 0. يعني هنا اصغر من 1 وهنا سوبيريور ا، هذا هو اللي كاين. دونك هنا غادي نمشيو نقارنو البسط مع المقام. دونك عندنا هنا لو نيميغاتور ايت انفيريور دونك العدد الكسري اصغر من 1، هنا اكبر من 1، هنا هنايا دونك ما عندناش مع 1. هنا خصنا نديرو توحيد المقام، دونك خصنا يكون عندنا لو ميم. ما نقدوش نعرفو شكون الكبير شكون الصغير الا درنا لو ميم دينوميناتور. اذا عندنا 7/7، ولكن عندنا هذا كبر من 1 وهذا صغر من 1، اذا هذاك اللي كبر من 1 غادي يكون كبر من اللي صغر من 1، حيت حنا قارناهم هنايا. دونك هنا خصنا ننتبهوا بلا ما نوحدوا المقام. عندنا هذا هو هذا، وعندنا هذا هو هذا. إذن هذا إلي تنفيريور أن، هذا إلي سوبيريور أن، ستادير أن هذا إلي سوبيريور أهذا. دونك فوالا، دونك عندنا 8 1/8، دونك 8 إي سوبيريور بلو سوبيريور أ 8. علاش؟ لأن 1 نقسموه على 8، واش هو اللي 1؟ 1 راه بالنسبة ل 8، إلا حيدنا غير 1 تبقى 7. هنايا غادي نختزلو، عندنا 32 قسمنا على 4 تعطي 8، دونك سون إيكال. هنا عندنا لو ميم نيميغاتور، عندنا 13 نقسموها على 6 وعندنا 13 نقسموها على 5، شكون اللي غيجي فيها بزاف؟ اذا بيان سور 13 نقسموها على 5 هي اللي غتجي بزاف. اذا مثلا عندنا 13 حلوه مثلا نقسموها على 6، اذا غتجي اقل من انها نقسموها على 5. اذا بلوس لو نومبر ديال المقام كينقص بلوس العدد الكسري كيكبر، بلوس لو نومبر ديال لو دينوميناتور كيكبر بلوس العدد الكسري كيصغر. دونك عندنا هنا لو ميم دينوميناتور، اللي عنده اكبر مقام هو اللي عنده اكبر بسط هو الكبير، دونك هذا اكبر. بحال اللي كنلغيو المقامات كيولي بحال اللي كنقارنو 25 افيك 24، اذا 25 اي سوبيريور دو 24. هنايا خصنا نوحدو المقام دونك اولا نختزلو، هنا ربما نختزلو افضل. اذا عندنا 12/60 وعندنا 8/40. اذا هنا غادي نديرو اختزال، نقسمو هنا على
8 ودي عطينا 1 على 5 ونقسمو هنا على 6 إذا قسمنا على 6 نقسمو على 12 على 12 إذا 12 إذا قسمنا على 12 تعطي 1 60 إذا قسمنا على 12 تعطي 5 إذا إلسونت إيكال إذا لاحظتو مني وحدنا المقام اختزلنا وصبح عندنا دومين دونيميناتور إذا هنا اللي فكر أنه يضرب غادي يمشي بعيد وغادي يحصل إذا من الأفضل هنا أننا نختزلو كما درنا هنايا عندنا شنو نقدروا نديرو هنا هنا واخا هنا غادي نديرو نوحدو المقامات ولكن 21 نقسموها على 8 15 نقسموها على 7 دونك ما نقدروش نقولو شي حاجه ولكن غادي نوحدو المقامات دونك عندنا 15/7 و 21/8 اذا كيفاش كنفير اون فو ملتيبليي هنا بار 8 وهنا بار 8 اون فو ملتيبليي هنا بار 7 وهنا بار 7 ونشوفو الريزولتا هنا وهنا وغادي نقارن اذا هنايا غادي تعطينا 56 ها هما ولا عندهم نفس المقام لو ميم دينوميناتور كيبقى غادي نضربو 7 في 1 كتعطينا 7 7 في 2 كتعطينا 14 فوالا دونك 147 هنا 8 في 5 كتعطينا 40 نحتفظو ب 4 8 في 1 اذا 120 إذا عندنا 120 غادي نقارنو 120 avec 147 147 est supérieur à 120 c'est-à-dire أن 21/8 est supérieur ديال 15/7 إذا هذا هو الأكبر دونك غادي نمشيو ل كي سي ام اللي عندنا لا لو بيلون دونك انديكي لا بون ريبونس بار A B ou bien C دونك 7/9 اي واش هي لو كوسيون ديال 7 بار 9 ولا 9 بار 7 ولا سي تي نكريتور ديسيمال سي با زين نكريتور ديسيمال هادي سي تي نكريتور فراكسيونير دونك سي غاطا هنايا هنايا هاد 7/9 كتعني اننا كنقسمو 7 على 9 يعني الكوسيون ديال اذا هادي هي لا بون ريبونس 5/11 اي إذن واش كتساوي 15/44 ولا 20/44 ولا 10/11 10/11 خطأ لأن ميمكنش نضربو 5 في 2 تعطي 10 و 11 نخليوها تلكين إذن هنا ما طبقناش لا ريغل اللي شفنا في لا ليسون إذن بقات لينا هادو بجوج إلا شفنا باش ضربنا 5 باش لقينا 15 ضربناها في 3 دونك كنا ميلتيبلي 5 بار 3 عطاتنا 15 إذن 11 إلا بغينا نلقاو خص 33 وبالتالي حتى هادي خطأ نشوفوا الاخرى اللي بقات لينا دونك شنو عندنا تما عندنا 5/11 دونك عندنا 5/11 الا ضربنا باش نلقاو 20 نضربو هنا في 4 اذا حتى هنا نضربو في 4 اذا غتعطينا 20/44 اذا هذه هي لا بون ريبونس عندنا هنايا 27/36 اذا هذا هذه ستين ريديكسيون هنايا خصنا اختزال سامبليفيكاسيون اذا 27/36 اذا شنو هو اللي كيقسمهم بجوج كاين عندنا 9 دونك الا ديفيزينا هذا بار 9 كتعطينا 3 و الا ديفيزينا هذه بار 9 كتعطي 4 اذا 3/4 هي لا بون ريبونس حتى هذه 60 بون ريبونس علاش لان نو اكسكوزي مو حسب لينا 8 دونك سي با اون بون ريبونس لا بون ريبونس الوحيده هي هذه دونك غادي نمشيو كومباري لي فراكسيون عندنا لو ميم دينوميناتور اذا شنو غادي نقارنو لو نيميغاتور لو نيميغاتور ديال هذا اكبر من هذا اذا 23 اكبر من 17 سي لا بون ريبونس يعني هذه هي لا بون ريبونس كومباري لي فراكسيون عندنا دي فراكسيون ما عندهمش لو ميم دينوميناتور اذا كيس كون فوا فير اون فوا ريدوير لو دينوميناتور اذا غناخدو 5/3 وغادي نوحدو ليها المقام ثم 8/7 نوحدو المقام اذا شكون هو المقام اللي غنوحدو غنضربو هنا في 7 وهنا في 7 وهنا في 3 وهنا في 3 اذا الا ضربنا هنايا غتعطينا 35/21 وهنا غتعطينا 24/35 21/21 اذا مادام عندهم لو ميم
دينوميناتور اذا وحدنا المقام اذا غادي نقارنوا اذا عندنا 24 35 35 سوبيريور ا 20 ا 24 c'est-à-dire que 5 sur 3 est supérieur à 8 sur 7. Donc, je connais les lignes et la bonne réponse. Il y a dans ce rectangle la proportion de carré coloré et il y a un chal limelounin en marba, il y a un debay rabarba, il y a un chal limelounin en marba, il y a un total achra, il y a la bonne réponse. C'est faux. C'est faux totalement. Et dans septièmement, donner la forme érudiction de la fraction. C'est la question qui est khata. Et il y a 102 divisé par 138. Le maqam, il y a un peu plus de bost. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui a le bost plus de maqam. Et c'est pas vrai. Parce que c'est le double de ça. Donc, il y a 204, oui. Donc, c'est vrai. Mais 102. Donc, c'est pour moi, il y a pas juste ceci j'avais ma sahihah. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les nombres en écriture fractionnaire al-mufid en mathématiques première année d'enseignement collégial.